نحن أصحاب اتفاق صنعنا اتفاقا ننفذه في كل المراحل، وهذه حل جبهة التغيير هي مرحلة من المراحل، محطة من المحطات. سنكون يوم 22 جويلية في المؤتمر، هكذا مؤتمر التوافق، يعني بعد 3 أسابيع إن شاء الله سيكون عندنا احنا مؤتمر في 21 يعني، وسيكون هناك المؤتمر الاستثنائي للوحدة، وسنندمج يعني معا يعني. سنمر لمدة 8 أشهر مكتب توافقي بالمناصفة، و4 أشهر سيكون سعد مجيد يعني هو رئيس حركة، ثم بعد ذلك تكون رئاسة الحركة في 4 أشهر الأخرى يعني من نصيبنا يعني. ثم في بداية نصف الثلث الأول من شهر من 2012 سيكون هناك مؤتمر ديمقراطي على القواعد الديمقراطية، يعني المندوبين اللي يكونوا في المؤتمر ينتخبون من القاعدة، لأن في هذا 8 أشهر سيندمج الأعضاء، يعني المرحلة التوافقية سببها هو الاندماج، بأن المرحلة التوافقية سيسير الأمر على سياسة حركة المجتمع هذا المنضى عليه. بعد المؤتمر الديمقراطي هذا كوري قرر. ما يتعلق بالأحزاب الأخرى، احنا عندنا مشروع متكامل كحركة المجتمع السلم يجب أن يكون اقتصاديا وسياسيا، لأن السياسة هي التي تؤطر الاقتصاد. لا يمكن نحن أن نقبل بأن جهة ما تستحوذ على السلطة كلية يعني، ولا تقبل توسيع قاعدة الحكم والتشاور على شأن الحكم كيف تدار الدولة، ثم يطلب منك أن تتحمل معه سلبيات التوجه الاقتصادي المتعلقة بالتراجع في مسألة التحويلات الاجتماعية. يعني نحن مثلا نرى بأن هناك يعني حتى اضطراب وتناقض في الخطاب، من جهة الخطاب يبدو أنه خطاب اجتماعي، يبدو بأنه خطاب يحافظ على البعد الاجتماعي للدولة، ومن جهة يقول بأننا سنراجع مسألة التحويلات الاجتماعية. يعني إذن هناك إرادة حقيقية لمراجعة مسألة التحويلات الاجتماعية. إذن نحن مع التوافق، نحن حزب توافقي وهذا برنامجنا في الانتخابات يعني، ولكن نحن مع التوافق السياسي والاقتصادي يسيران معا.